بنقول في شوية نواقص بصراحة، يعني من جهة الحكومة في شوية نواقص للقسم هنايا، من ناحية قصدي الأدوية مش متوفرة. توا صيدلية مستشفى القلب يعني تعتبر فاضية، ما فيهاش أدوية مرة واحدة، الحكومة مش موفرة أدوية نهائيا. يعني معناتها لما نبوا أدوية نمشوا لصيدلية المستشفى، المفروض دكتور بمجرد ما يوصف لنا علاج نمشوا لصيدلية المستشفى ناخذوهم، لكن الصيدلية ما فيهاش أدوية نهائيا في الوقت الحالي. أما من ناحية الأدوية في عجز كبير يعني على الأدوية في مستشفى القلب هنا يعني، وبارك الله فيهم هنا. بالنسبة لمستشفى القلب هنا يعني تجور مش مقصين، يعني من ناحية فنية من ناحية دكاترة مدايرين اللي عليهم، يعني مدايرين جهدهم. لكن بالنسبة للحكومة يعني الحكومة يعني رافعة أيديها من الموضوع نهائيا يعني، ومش متلفتتنا نهائيا. فياريت يعني منهم لو في شوي لو يتلفتونا يعني هيك ويراعونا يعني ويوفرونا الأدوية، يعني ويوفرونا الحاجات اللي نبوها يعني. بس يعني بارك الله فيهم. يعني اللي ينقصنا حاجة واحدة مهمة اللي هو الأدوية، لما ناخذ يعني وصفة من الدكتور يقول له خذ كذا 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 نمشي بها للصيدلية، الدواء ما لقاش فيه خالص. وفي الحالة دي نضطر نمشي للقطاع الخاص طبعا، للصيدليات يعني، وهذا طبعا يكلفنا فلوس. الآن تو نعاني من نقص في الهيبرين، والهيبرين هذا ضروري منه، قبل ما تبدأ الغسيل لازم تاخذ جرعة منه باش يساعد الدم في عدم التجلط، معناه الدم يطلع عادي يعني انسياب طبيعي، وهذا مش موجود. وناخذ فيه بالصيدلية ب 32 دينار، والعبوة الواحدة ممكن تكفيك غسلة ولا اثنين ولا ثلاثة. وبالك النواقص التي موجودة منها الهابرين وبعض الأدوات الأخرى محتاجين إليها، والله حاجات بسيطة كي مش في مكة زي توا موجود. مرات تنقص كيما الهبارين هذه والحاجات تاع التشغيل هذه، مي في بعض الأدوية كي كان ناقصة ناخذ فيها اليوم نصبوا ياخذ فيها حنين من برا، خاصة بمرضى الكلى. في كنت ناخذ في البودرة وال وحبات حبة الحموضة حتى مش موجودة في القسم هني، ناخذ فيها من الصيدليات الخارجية، وماشي الأمور الحمد لله. أكثر المشاكل اللي تواجه فينا بالنسبة لصيدليات الغسيل هي بعض نقص بعض المواد. في بعض الأحيان في نقص مواد التشغيل، مرات فيما تصادف فينا القصة هي، ومرات بعض الأدوية حتى هي، وخاصة الأدوية الضرورية. في بعض زي مادة الهيبرين، أكيد بعض المرضى قال لكم عليها مادة الهيبرين هذه ما نقدروش نغسله لأي مريض من غير المادة هذه، وحتى وسعرها برا المشكلة غالي والله. في الفترة بالدواء خاصة في الفترة هذه كل المرضى يجيبوا فيه بحسابهم، معناه ما نقدرش نغسل المريض من غير هبارين، لأن لو أصلا مستحيل نغسله من غير هبارين، معناه لازم بيشريه. وبعض المرضى ما يقدرش، حتى لو شرى اليوم يمكن بيشري غدوة، بعد غدوة ما يشريش، لأن هذه حاجة مزمنة وهذه أكثر من المشاكل. وفي بعض الأدوية حتى هي مرات ضرورية زي أدوية الضغط، طبعا مرات متوفرة مرات لا، مرات لا. الأدوية المكملة حتى هي للغسيل الكلوي حتى هي مرات موجودة مرات لا، وأكيد قالوا لكم أن المرضى فيه نقص.